بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل العلاقات اللي في حياتنا ليها مستوى مختلف من الخصوصية. علاقتنا بالزملاء والمعارف غير أصدقائنا، وكمان بتختلف عن علاقتنا العائلية. ومش كل الأسرار والأحداث في حياتنا المفروض تكون معروفة وعلنية. عشان كده لما نقول ده كلام عائلي معناها أننا بنقفل الباب لأي تدخلات خارجية. يا ترى ايه المقصود بالاسرار العائليه وازاي نحافظ عليها؟ ده اللي هنقوله النهارده ان شاء الله مع الدكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. دكتور اهلا بحضرتك ومنورني. اهلا بيكي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مش هتكلم بقى على انه خروج الاسرار بين العائلات، انا هتكلم على نطاق اوسع شويه. يمكن كنا زمان دايما نحذر ونقول ايه، البيت مقفول بابنا علينا، محدش يعرف اسرارنا، وكنا نقول انه حتى اللي عايشين معانا داخل البيت اللي هم اولادنا، المشاكل الزوجيه تبقى داخل الغرفه بتاعتنا، الاولاد ما يسمعوش حاجه عنها، ما يعرفوش حاجه، عشان ما يتاثروش بالمشاكل اللي ممكن تكون بيننا وبين بعض. النهارده اسرارنا وحياتنا وبيوتنا وتحركاتنا واكلنا وشربنا وعيشتنا ومبسوطين ولا مش مبسوطين، ومعانا فلوس ولا ما معناش فلوس، وبناكل ولا ما بناكلش، وبنخرج ولا ما بنخرجش، ومعانا فلوس نجيب مش عارفه ايه، ولا كل تفصيله في حياتنا واسرارنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بسم الله ما شاء الله. كل حاجه موجوده، كل حاجه متاحه دلوقتي، لدرجه ان الناس اصلا ما عندهاش محتوى فبتعمل محتوى عن يوميات ما اعرفش عيله ايه وبتاع ايه، الكلام ده كله موجود، بس الحاجات دي بتخرب البيوت وبتهد البيوت طبعا. وانا مع الناس اللي انا يعني بشوف دايما ان الخصوصيه مهمه جدا ما بين الراجل والست. دي علاقه يعني ربنا طبعا قال ان هي من اجمل العلاقات اللي موجوده في الدنيا. قصه ان احنا اسرارنا بره وعمالين نحكي، او في طرف مننا بينقل الكلام لأسر تانية أو أماكن تانية، ده غلط. ده أنا عرفت دلوقتي إنه في صفحات دردشة، يعني كل واحدة بتدخل تحكي مشاكلها مع جوزها، وكل واحد يدخل يحكي مشاكله مع مراته، ما شاء الله. ده موجود، وكمان بيدوا حلول. يعني واحدة مثلا تبقى مخنوقة من حاجة فتكتب، فتلاقي الحلول جاية لها بقى، وكل واحد بيقول وجهة نظره. وأنا بقول للناس يا جماعة والنبي عشان خاطري، ما تصدقوش المشاكل دي أو ما تاخدوش آراء من ناس مش مختصة. ليه؟ هي بتقول وجهة نظرها او هو بيقول وجهة نظره، وجهة نظره دي هو ممكن تمشي في حياته هو، بس ما تمشيش في حياتك انت. فانت ما تدخلش الفساد او تدخل الحاجة اللي تخرب البيت. وعلشان كده كنت دايما اقول ايه، ان لازم يبقى في عهد ووعد ما بين الراجل والست، ان احنا مشاكلنا تتحل جوه بيتنا. اقول لك بمعنى تاني، انا مثلا نقلت للاهل اللي بيحصل جوه البيت، هو ما ينفعش ان انا اكون قاعد في بيتي مثلا وعارف ان كل حد عارف انا بشتغل ايه، بعمل ايه، دخلي ايه، علاقتي مع مراتي ايه، بربي ولادي ازاي. الحاجات دي بتفسد، وبدي فرصه للناس اللي بتبقى موجوده بره يا لمياء يتدخلوا في بيتي، وتلاقي الناس بيملوا عليا اراء، لا لازم تعمله، لا لازم تجيبه، لا لازم توده، لا هي دي مش حياه، هو احنا مساعدين في الشارع. الفكره كمان انه بعض الناس مش فاهمين انه دماغي غير دماغك غير دماغك، انه حياتي غير حياتك غير حياتك، انه كل حد ليه اسلوب في حياته، كل حد عايز يعيش الحياه بشكل معين، مش لازم المناسب ليه يبقى مناسب ليك. طبعا في فروق فرديه ما بيننا، انت ممكن حاجه بتحبيها انا ما احبهاش، والعكس صحيح. احنا في ناس بتبقى كده، انا يعني بسميهم ان هم ناس طيبه شويه على نياتهم، يعني انت بتروح تحكي بتقول حصل كذا كذا كذا، طيب اللي بيقول لك النصيحه ده بيديك نصيحه غلط، او لما تيجي تنقل يعني مثلا انت اصلا ما ينفعش تتكلم عن حاجه بتحصل في حياتك او حاجه مخطط ليها، هتتشاف وهتتنظر وهتتحسد ومش هتعرف تعملها. اعمل
الحاجه اللي ربنا مقدرك عليها في مستقبلك، في حياتك، في بيتك، و و و وبعد كده الناس هتعرف. واحنا كده كده مش هنعجب الناس. ارضاء الناس غايه لا تدرك، صح ولا مش صح؟ طبعا. سواء عملنا ما قلنا ما قلناش، عرفنا ما مش هنعجب الناس. فاللي بيمشي على رضا الناس عشان يرضيهم ده انسان شخصيته ضعيفه، وده انسان بيخلي الناس هي اللي تتحكم فيه وبيفقد الثقه بنفسه. اوعى تقتنع ان انت ممكن هتقدر ترضي الناس، هيختلفوا عليك طبعا، ومش هيعجبهم اللي انت بتعمله. طول ما انت بترضي ربك وبتعمل اللي عليك في بيتك وداير بيتك بطريقه فيها نوع من انواع اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه، بس بالامر اللي ربنا قال لك عليه بالعقل والحكمه، انت بيتك ده هيبقى من انجح البيوت في الدنيا. انت مش مجبر تتكلم ولا الست اللي موجوده في البيت. عشان كده كنت دايما بقول ايه، واجب على الراجل اشباع المسؤوليه العاطفيه اتجاه المراه. تمام. قبل الماديه. لان احنا كرجاله بنعتقد اعتقاد غلط جدا ان احنا مش بصرف عليكي، مش بجيب لك اللي انت عايزاه، عايزه ايه تاني؟ هي مش كده بقى الحسبه، مش كده خالص، مش ماديه. انا شفت ستات ممكن يبقى عندهم ماديات كتير جدا ومش عايزينها، وراكبين عربيات بملايين ومش مبسوطين. طبعا. علشان الراجل مش بيشبع الحته العاطفيه عندها، مش بيقول لها كلام حلو، مش بيقدرها. يعني انا بنبه اي راجل في الدنيا، اوعى تكون متخيل الجانب المادي هو بيغطي احتياجات المراه، لا، هو جزء من احتياجات المراه. المراه تعشق الكلام الحلو، المراه تعشق التقدير، قدر، قول لها كتر خيرك، قول لها شكرا، قول لها النهارده انت حلوه. ما يبقاش انت موجود معاها جوه بيت وانت مش شايفها، هي بالنسبه لك مجرد هوا. خلي بالكوا يا جماعه عشان ده جزء مهم جدا. والراجل ممكن يكون معتقد انا بقى خلاص انا بعمل عليا، انا بجيب لها بعمل لها وبديها وبصرف عليها، بس هي ايه ده مش مبسوطه ازاي. وممكن الراجل حتى كمان يجي في النهايه يقول لك ايه، انا عملت كتير بس انت نسيت جانب مهم جدا، اشباع العاطفه. مسؤوليه المراه عاطفيا ملزمه منا، وبرضه مسؤوليه الراجل عاطفيا ملزم من المراه. سد احتياجاته كلها، اسد له كل الاحتياجات، اهتم بيه، اهتم بلبسه، اعمل اللي عليا، باكله بشربه، اشوفه لو هو متضايق متضايق ليه، ما سيبوش ينعزل لوحده. دي كلها حاجات مهمه جدا طبعا جوه البيت. هستاذنك ناخد التليفون مدام اسماء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذه لميا، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك يا استاذه اسماء، ازيك؟ دكتور، كنت عايزه اسالك على حاجه. تمام. انا كنت متجوزه من 8 شهور. تمام. وجوزي في خلال الفتره دي طلع مدمن. بعد كده جيت طلبت الطلاق لان انا ما كنتش قايله لاهلي حاجه خالص. انت قعدتي متجوزه 8 شهور بس؟ اه. تمام. وجيت ما كنتش قايله لاهلي حاجه خالص نهائي. وانا حاولت ان انا اتخطى لان دوت في الاول وفي الاخر ده كان من اختياري. لا انا بس عايزه اسالك سؤال، انت اكتشفتي انه مدمن لما اتجوزتيه ولا وانت مخطوبه؟ لا، لما اتجوزت. طب انت قعدتي مخطوبه قد ايه؟ انا دي كانت تاني جوازه ليا. يعني ما كانش فتره خطوبه يعني؟ فتره خطوبه كانت شهر. ما لحقوش يعرفوا حاجات عن بعض. تمام. جاء حضرتك لما بعد كده ما جيت طلبت الانفصال كذا مره، عشان خاطري خليكي معايا ما تسيبنيش. وطبعا كان حصل حاجات كتيره، وطبعا كل مدى ما الادمان بيزيد. كانت الاول سرنجات، دخلنا في موضوع البودره، ودخلنا في متاهات كتير. تمام. جيت في الاخر انا اللي بقيت وحشه، وانا اللي طلعت اسرار بيتي بره، وانا اللي مش وانا اللي يعني غيري مش لاقي العيشه اللي انا عايشاها، لانه كان مؤثر في حاجات كتير. انت قلتي لمين؟ قلتي لاهلك؟ خلاص بقى، بعد انا بعد 5 شهور او 6 شهور جيت قلت لهم، لان الوضع بقى صعب. ان حصلت ضربت، وطبعا اهله مش كويسين. وحتى يعني لما قلت لهم ما حدش انقذه، يعني مع انه هو فاتح مصحة علاج، يعني ان هو بيعالج الناس. بيعالج الناس من الادمان. هو دخل في سكه الادمان. دلوقتي انا بقالي شهر مطلقه. يعني هو اصلا كده مدمن قديم تقريبا. طبعا، عشان يفتح يوصل ان هو يفتح مصحه، اكيد هو بقى اتعالج وبعد كده قرر ورجع تاني فقرر ان هو يفتح مكان لعلاج الناس، فرجع دخل في الادمان تاني. طب انت مشكلتك دلوقتي انت اتطلقتي بقالك شهر. هو
هو مش عارفة اتخطى الموضوع دوت خالص، مش عارفة اتخطاه، وان انا يعني انا داخلة في صراع نفسي، انا مش عارفة مش عارفة تتخطي ايه التجربة اللي انت مريتي بيها معاه؟ تجربة لن او وان انا حاسة ان يعني انا بسأل سؤال زاويني كتير، ان انا اتسرعت في قرار الطلاق، ان انا كده، ان انا طلعت اسرار بيتي بره، ان انا حاجات كتيرة، طيب انا فانا مش هرد عارفة. عليكي في الجزئيه دي، لان واضح ان بيتعمل عليكي ايه اللي هو ايه، انت طلعتي وحشه وانت السبب وقلت الاسرار. اولا حته الادمان دي ملهاش علاقه بالاسرار، عشان بس نبقى متفقين. وما ينفعش اصلا من الاول ان انت تقبلي ان انت تبقي معاكي حد مدمن جوه البيت ويتعاطى كل هذه المخدرات واخطرهم وابشعهم، ملهاش علاقه بالاسرار. انت اتاخرتي اصلا ان انت تقولي لاهلك، لانك انت عايشه مع مدمن، يعني غير مسؤول عن تصرفاته، ممكن في اي لحظه يعمل فيك اي ممكن حاجه، بتقول تموتي في اي بيضربها. لحظه، اوفر دوز زياده، ممكن يحصل لك اي حاجه، دي ملهاش علاقه بالاسرار. قصه بقى ان بيجي لك كلام من الناحيه التانية، ان انت استغنيتي، ان انت تخليتي، ان انت كشفتي الاسرار، ان انت سبتيه، ان انت بعتيه، ان انت بيضغط تخليتي، عليها نفسيا. ده كله ضغط نفسي. انت عملت، انا شايف من وجهه نظري انت عملت اللي عليك، انت تحملتي 8 شهور عايشه مع مدمن، يعني ممكن كنت تفقدي حياتك. امشي في طريقك، لما هو يتعالج ويقعد فترة بدون تعاطي أو بدون أي مخدرات ممكن تقدري ترجعي له، لكن بالوضع ده اللي هو يقولك إيه، طب اديني فرصة، طب لأ. وهو واضح إن هو موضوعه صعب، لأنه واضح إن هو متمرس في الإدمان طب من ما هو زمان وارد جدا. برضو إن هو لو فرضنا إنه بطل إنه يرجع تاني. ما هو وارد إن هو يرجع، بس هم دلوقتي بيتعمل عليها زي إيه، إحساس بالذنب، بيشغلوا عندها الإحساس بالذنب. أنت وحشة، أنت تسرعتي، أنت ما تسرعتيش، انتي تخلصي من ده بس انت اللي قعدتي الدكتور فترة بيكلمك فيه، تخلصي من الإحساس ده، لأن هم واضح إن هم فاهمين طبيعة شخصيتك فبيلعبوا على الجزئية اللي بتوجعك. وملوش علاقة بالأسرار، لأن دي حالة مصيرية، حالة خطيرة فيها إن حياتك هتتعرض إلى الإيه؟ إلى الموت، إن أنت والحمد ممكن لله إنه تموت. مفيش أطفال ومفيش ومفيش حمل أطفال، لكن هو واضح إن هو مش هيتعافى، أهله واضح إن هم بعيد عنه. فأنت يا بنتي أنت عملت اللي عليك، اتكل على الله، امشي في طريقك زي الفل. وحتة إن حد يبقى في حد مدمن في حياته، ده من احد الاختيارات الغلط. طبعا. ما حدش يقول لك ايه اصل انا مدمن عشان وانا كده هبقى. انا سألتها فترة الخطوبة كانت قد ايه، هل ما ظهرش عليه حاجة؟ بس هي طبعا بص، شهر. هي كان واضح ان هي طالعه من تجربه، طالعه من تجربه طلاق، فممكن يكون ده ظهر في حياتها، فممكن هي استعجلت في الاختيار، وكان لازم تدي لنفسها فرصه عشان يحصل لها توازن المشاعر من اول وجديد. فانا اطلع من علاقه ادخل في علاقه، لا غلط، بدليل ان احنا بنختار غلط. يا جماعه ما تستعجلوش، الحب مش هيطير وكل حاجه والمشاعر مش بتموت، لان في ناس يقول لك ايه اصل انا العمر بيجري بيا. لا يا حبيبي، المشاعر متجدده، المشاعر زي النفس موجوده عندك طول ما انت لغايه اخر نفس في عمرك، لو وصلت سن ايه قادر على الحب طول ما احنا عايشين. وقادر على العطاء. ما تخافش، ما تقولش اصل العمر بيجري. العمر بيجري دي، وان انا بستعجل بخش اخد اختيار غلط، وايه بقى، عشان انا طالع من تجربه اولانيه، فانا طالع من تجربه ايه، كان عندي فشل، فعمال اقول ايه انا عايز اعوض الفشل ده، فبتحمل بقى في التجربه التانيه، عمال اتحمل في التجربه التانيه، عمال اتحمل، لدليل ان انا ايه باجي في الاخر بلاقي ان اللي انا اتحملته ده ملوش لازمه. لان الانسان عايز يثبت لنفسه ان انا مثلا ما فشلتش، بس انا مع ان انا لقيت حاجه بتاذيني نفسيا وحاجه بتضرني وحاجه ممكن اخسر فيها صحتي وبتضغط عليا نفسيا، لا انا مش عايزها، انا مش اكمل فيها ليه. طب ما انت هتطلعي، لو انت كملت مع حد هتطلعي مريضه نفسي طبعا، تقعدي طول عمرك تتعالجي، ومش حياه اساسا، مش يعني حياه. هو ده واحد مش واعي للدنيا. وغير كده كمان هي قالت لك ان في حقوق تانية كتير هو مش بيعملها. اما هو بيقول لها انت عايشه اي حد في الدنيا يتمناها، الماديه وارد اكيد. فين بقى العاطفه، وفين ان انا اكون قاعد فين في امان، الامان، فين الامان، وفين العاطفه، وفين ان انا معايا حد، انا معايا حد مغيب طول الوقت. هو ما بيقولش يعني مغيب اصلا، واحد بيدور عشان يتعاطى وبيخلص الفترة بعد كده عشان يتعاطى تاني. طب أنا فين من حياتي؟ صحيح، لا موضوع كبير يعني. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، اتكلت عليك في كل أحوالي.
برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة العامة والصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور محمد، وإحنا بنتكلم عن الأسرار، المكالمة اللي كانت قبل الفاصل هي اتكلمت إن هي قالت لأهلها إنه مدمن مخدرات، وإن هما بيلعبوا على حتة إن أنت خرجتي الأسرار بره البيت. اعتقد ان دي مش من الحاجات اللي احنا نقدر نقول عليها اسرار والمفروض انها ما تتقالش، ولكن مفهوم الاسرار يعني مفهوم مختلف تماما. مختلف طبعا، يعني في حاجه اسمها اسرار وفي حاجه اسمها ما ينفعش اقول عليها اسرار. يعني مثلا واحده بتتعرض للضرب يوميا بصفه مستمره وان هي تخبي على اهلها، ده مش اسرار، ده هي كده بتدي فرصه للشخص اللي قدامها ان هو يتمادى ويحس ان هي ملهاش اهل ويتجاوز اكتر فلازم يبقى في حد يوقفه. يبقى هي لما بتتحمل ده هي بتظلم نفسها. لما يبقى في واحده في حياتها مدمن مخدرات وبيتعاطى كتير جدا، ودي ملهاش علاقه بالاسرار لانها محطوطه تحت اذى نفسي وممكن تتاذي في حياتها، فدي ملهاش اسرار. عشان في مواضيع لما بنتدخل فيها من الاول احنا بنعرف نحلها. واحده مثلا متجوزه حد ومعاها فلوس او بتشتغل او مثلا ورث من اهلها، وهو بياخد منها الفلوس دي تحت مسمى الحب مثلا وبيصرفها، وما بيعملش لا مشاريع ولا بيكبروا مع بعض ولا اي شيء في الدنيا، او بياخد منها الفلوس دي مثلا وبيكتب حاجات باسمه، دي ما اسمهاش اسرار. عشان الناس تبقى فاهمه الاسرار دي ايه، مشكله بسيطه ما بيننا حليناها واتلمت، اختلفنا في حاجه بسيطه، اختلفنا في تربيه ولادنا مثلا، اكتشفنا حاجه مثلا بسيطه صغيره على بعض، دي اللي اسمها الاسرار. لكن في اللي احنا بنقول عليه دوت الناحيه التانية ده كوارث، ده حياه. ايوه، كوارث بتهد الناس لما بتداري على الحاجات دي هي بتكبر. صح ولا مش صح؟ ما هو اللي مثلا اللي بيضرب بيفضل يضرب، واللي بتنضرب هتفضل تنضرب، واللي بيدمن بيفضل بيدمن. الحاجات دي بتكبر ولا ما بتكبرش؟ طبعا. يبقى دي ملهاش علاقه بالاسرار، دي لازم يبقى في اهل بيتدخلوا يعرفوا الطرفين ان في غلطه معينه في حاجه معينه والحاجه دي لازم تتبطل. يعني دي من الحاجات اللي ما ينفعش تعدي ويتسكت عليها، لان عديناها مره الموضوع هيزيد. وكل في المرة اللي عدى الحاجات دي جه في النهايه ما عداش. صحيح. يعني كل دخل اللي في اللي اكتر من كده. في اللي اكتر منه في ناس يعني بتمشي، جه في الاخر ما عرفش يعدي، فدي ملهاش علاقه بالاسرار. الاسرار دي زي ما انا قلت لك، الاسرار اللي هو مادياتنا، اشترينا شقه مثلا فين؟ رايحين نعمل حاجه مثلا معينه، دخلنا اولادنا مش عارف فين، خرجنا فين، اتغدينا ايه، كلنا ايه، شربنا ايه، اشترينا ايه، دي اسمها اسرار. ولكن الناحية التانية ده اسمها كوارث بتهد الحياة الزوجية. كده أنا لما أكون متعرض لحاجة زي دي يبقى أنا مع شريك حياة غير مسؤول، فبالتالي الحاجات دي بتهد البيوت. وفي شخص قدامي لما بيلاقيني إن أنا بتنازل بيضغط عليا أكتر. يعني مثلا الشخص المدمن ده لو ضمن وجود الإنسانة دي في حياته هو مش هيبطل إدمان، لأنه ما عندوش حاجة يخسرها، لأن هي وافقت ومستمرة ومكملة وبيلمها بكلمتين. طيب الشخص المدمن ده، طب هي لما تيجي تخلف منه وولاده لما يتربوا لما يلاقوا أبوهم مدمن هيطلعوا إيه؟ أو إن هم هيتعاملوا إزاي؟ يبقى أنا في امتداد، لأن دي شركة طويلة، مش موضوع إن إحنا بنخلص. الست مثلا اللي بتنضرب واللي سمحت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، بعد كده نهاية إيه؟ ما هو لازم الراجل ده حد يقف له، لازم يحس إن عندها أهل بيجيبوا حقها وبيقولوا له ما ينفعش إن أنت تقرب منها. صح ولا مش صح؟ لأن في ناس بتتمادى. في ناس بتتمادى، يبقى دي مالهاش علاقة بالأسرار، فبلاش نخلط قصة الأسرار. زي ما قلت لك هي الحياه الزوجيه بتبقى عباره عن شركه. لازم يبقى فيها مجهود من الطرفين. لو طرف واحد بيعمل المجهود لوحده وبيشيل كل الادوار لوحده والطرف الثاني ما بيعملش، وقعت الحياه الزوجيه. طب مفهوم الاسرار ايه؟ عشان الناس بس تبقى فاهمه ان دي تعتبر اسرار ودي مش اسرار. يعني مثلا ايه؟ هقول لك حاجه، انا مثلا ما ينفعش اقعد مع واحده صاحبتي مثلا اقول لها جوزي بيقبض كام؟ تمام. او مثلا ما ينفعش مثلا انا مش مع ان احنا اتغدينا ايه النهارده وكلنا ايه، او دخلنا رحنا فسحنا اولادي فين، او انا ما ينفعش مثلا حصلت مشكله مثلا مع جوزي احكي لصاحبتي، ما المشكله هتتلم. او انا مثلا ما ينفعش ان انا صاحبتي في صاحبتي مالها اساس، ما عارفه انت القصه دي. أيوة. يعني مثلا بيبقى في ناس فضوليين ومتطفلين في حياتنا يا لمياء، تخش كده تقول لك حاجات هي عايزه تقولها عنها حياتيه كده من بره علشان تجيب اللي جواكي. ها يعني مثلا تخش تقول لك ايه انا كنت النهارده متضايقه وحصل ايه، بترمي لك طعم كده عشان تتخيلي ان هي بتحكي لك، فانت بقى بسم الله ما شاء الله تك تك تحكي كل حاجه.
فتحكي كل حاجه دي بقت هي اللي بتتحكم في بيتك. جوزك اتنرفز عليكي؟ لا ما تسكتيلوش. اعملي له ما اعرفش ايه، لا ما تناميش جنبه في الاوضه، ما اعرفش ايه، لا مش تعملي له غدا، خليه يحط لنفسه. عارفه القصص دي؟ وبرده والله العظيم بتخرب البيوت. والله بتخرب البيوت، بتدمر البيوت، بتدمر البيوت. وعلى فكره ما هو الصاحب ساحب، ما انا لما بيكون معايا حد بيقعد يوجهني لوجهه نظره وانا ماليش شخصيه هنسحب زيه. لكن انا بشوف ان دي قدسيه خاصه، هو ما ينفعش حد حتى برضو الراجل، يعني انت ما ينفعش انت تبقى قاعد على قهوه مثلا تقول لهم مثلا اتخانقت مع مراتي امبارح ورحت ضاربها جزء لها، قلت لها لا غريب على بيت ابوك. ايه يا عم هو ده استعراض عضلات؟ انت كده ما دي اسرار برضو. هو ما ينفعش مثلا انت تبقى قاعد مع اصحابك تقلل من مراتك قصادها. هو اساسا مش مطالب ولا ينفع ان انت وانت بتقعد مع اصحابك تجيب سيره مراتك وبيتك وحياتك. بس في راجل مثلا بيعملها زي نظام استعراض، انا راجل اهو ده مش عارف بتتكلم ايه امبارح، قلت لها يلا اتكل. لا يا عم الكلام ده ما ينفعش يتقال، تقعد على القهوه مع اصحابك العبوا الضمنه ولا اللي بتلعبوه شكرا، لكن قصه انت تجيب سيره مراتك حتى لو بينك وبينها ايه ما ينفعش. وبرضه انا عايز اقول لك حاجه، ولا الحلو ولا الوحش على فكره، مش الفكره مش فكره انه بنحكي الوحش ولا نحكي الحلو كمان. واقول لك حاجه تانية برضه عشان الناس تفهمها في الاسرار، ساعات الراجل مثلا يفضفض مع مراته تمام بيحكي لها، او الست مثلا بتفضفض مع جوزها تمام، وكل واحد بيحكي للطرف الثاني، جم اتخانقوا وفي ناس قاعده، فاكره مش انت كنت بتعملي كذا؟ فاكر مش انت؟ طب ما ده برضه افشاء اسرار. طبعا لا ده افشاء اسرار بشكل مش حلو، اللي هو بقى ان انا بفضح، فاهمه قصدي؟ يبقى انا قاعد وسط الناس كده ولا حاجه مثلا، ما هو عمل مره قبل كده، كان عنده موقف قبل كده، او اقول مثلا هي عملت كذا ما اعرفش ايه، ما انا اتحمل. طب ما انا كده فشلت عملت السر. طب لما يجي بقى طرف يحكي للطرف الثاني يحكي له ازاي؟ طب ما انا عارف ان انا الكلام اللي هقوله لك على سبيل ان انا كنت بفضح. دي بقى اصعب حاجه في الدنيا، دي اسوء حاجه، لان المفروض ان هما الاثنين ستر وغطى على بعض، اللي بينكم انتوا الاثنين مفيش مخلوق في الدنيا يعرفه. عشان كده دايما نقول النهايات اخلاق. نهايات اخلاق هي ملهاش، لانه ده دايما بيحصل في النهايات. بس يعني في حاجه احنا قليل لما بيحصل في الخلافات، كلنا كبشر ماسكين في البدايات. كله بيبص على البدايات، الكلام الحلو والطبطبه والحنيه. يا جماعه هو جميل اننا نبص على البدايات، بس الحلو اننا نخلي الحياه كلها شبه البدايات، يعني نشوف احنا في البدايات كنا بنعمل ايه ونبقى بنعمله برضه، نكمل عليه بالظبط. ما هو في بقى انا قلت لك في طرف بقى بيجي ابتدى يعمل حاجات في الاول، جه بعد شويه كده ما بقاش يعمل، فانت خلاص ما بقتش بتدي المشاعر للطرف اللي موجود معاك، ما بيعرفوش بعض، بعد كده بيبقوا مش عارفين يشوفوا بعض، مش عارفين يشوفوا بعض. طب ليه بقى؟ برضه احنا كنا اتكلمنا عن نقطه مهمه جدا، بلاش دايما نستخدم اسلوب من الطرفين اللوم والنقد والعتاب، اهربوا يا جماعه من الحته دي، بلاش طول الوقت سواء الراجل ما تقعدش تلوم وتنقد وتعاتب، وانت يا ست ما برضه ما تعمليش القصه دي. طب ليه؟ طب ما انا برضه عايز احكي في بيتي وعايز اتكلم، والست برضه نفس القصه عايزه تحكي في بيتها وعايزه تتكلم، لما انا اقعد احكي لك وانت بقى تقولي لي ايه؟ انت غلطان، انت عملت كذا، انت مش حاكي. هشيل بقى شويه كلام كده واخبيهم كده على جنب واحكي بقى اللي ايه؟ الكلمتين اللي هنعدي بيهم اليوم، صح ولا مش صح؟ صح. الست مثلا بتحكي مثلا لجوزها، ممكن يكون تصرف من التصرفات غلط عادي يعني، ما عندهاش خبره. ما انت السبب، اصل انت ما تسمعيش الكلام، اصل دماغك مش عارف ايه. مش هتحكي. طب الست بقى لما مش هتحكي ترجع تحكي لمين؟ لواحده صاحبتها. لاي حد بقى يفتح لها قلبه. فواحده صاحبتها بقى ترسم لها بقى الخريطه. الخريطه. طب جروب العيله اللي بيتعمل على الواتساب، بعض الناس بتبقى وبعض الاسر بيبقوا عاملينه، يعني احيانا بيبقوا مراتات الاخوات يعملوه، يقعدوا يرغوا بقى، يقعدوا يتكلموا، هي تقول لها ده عمل، والثانيه تقول لها ده عمل، والثالثه تقول لها ده حصل. والله بص انا شايف ان اي وسيله لنقل اي معلومه عن البيت او عن الحياه هي بتهده ومش حلو، وانا ما اتدخلش في خصوصيه حد ولا حد يتدخل في خصوصيتي. اذا كان هم في بيت العيله لما يقعدوا في بيت عيله مع بعض مش هيطيقوا بعض، هيطيقوا بعض على جروب الواتساب. ايوه عشان يعني يبسطوا بعض بحياتهم. لا ساعات في ناس كده بتبقى بتقول لنا كلام على سبيل التظاهر. احنا رحنا، احنا جينا، احنا معانا فلوس، احنا بناكل، احنا بنشرب، يتمنظروا يتمنظروا، والمنظره دي مش حلو طبعا، بتبقى يعني بتدل ان الانسان ده فاضي من جوه. صحيح. اللي بيروح بيروح، واللي بيعمل بيعمل، واللي مرتاح البال مرتاح البال. صحيح. نورتني يا دكتور. الدنيا منوره بيك، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. اشكرك وحضرتك طيب. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي،
انا اتكلت عليك في كل احوالي. ربنا دايما في كل الاوقات بيكبر بخاطر الناس ويفرح قلوب عباده بعد الصبر والمحن. واكتر ناس ربنا بيختصهم برحمته وفرجه الكبير هم الناس اللي عاشوا حياتهم عشان يساعدوا غيرهم ويفرجوا كروباتهم. الاعمال الطيبه دي اجرها بيتضاعف في ايام مباركه بنعيشها في شهر شعبان وقبل ايام من شهر رمضان المبارك اللي دايما بتبني فيه جمعيه البر والتقوى المصريه جسور الخير بين كل اهل الخير والناس البسيطه. خلونا نتكلم عن اعمال خير مع الدكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى المصريه. دكتور عماد اهلا بيك ومنورنا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. وكل عام وحضرتك بالف خير. حضرتك طيبه والساده المشاهدين طيبين. ايام والايام بنقول بتجري بسرعه والايام اللي فيها الخير بتعدي بسرعه، وعارفه ان انتوا في فتره يعني تقريبا كل افراد الجمعيه شغالين يعني بسرعه رهيبه جدا عشان تقدروا تجمعوا كرتونه الخير وتقدروا تجيبوا الاكل اللي هيتم فيه الوجبات الساخنه بتاعه وجبات رمضان والافطار في مطبخ الخير ويمكن قوافل الخير وحاجات كتير جدا انتوا بتقوموا بيها كجمعيه في الفتره اللي احنا فيها. هو طبعا الايام بتمر بسرعه وده عمر الانسان. صحيح. فجاه احنا هنا فجاه احنا هناك، مفيش فواصل بينهم، وكل يوم بيعدي ما بيرجعش تاني. بس يا ترى اليوم اللي عدى في ميزان حسناتنا ولا في ميزان سيئاتنا؟ عملنا فيه ايه؟ الكيس الفطن اللي بيتقل كل يوم ميزان حسناته، واللي بيعتبر ان اليوم ده ما عادش جاي، ممكن يبقى اخر يوم ليك، ربنا يطول في اعماركم. فبتحاول بقدر الامكان تبذل اقصى جهد ان انت تتقل في الميزان من قطب اعمال صالحه، اعمال ربنا بيحبها. احنا طبعا بنستعد لشهر رمضان ب 24 مطبخ. ما شاء الله. واتفاجئنا ان احنا نسينا شمال سينا. وخصوصا الشيخ زويت والعريش. في الفترة واكثر من المناطق اللي بتبقى محتاجه. ده في الوضع الحالي هي محتاجه قوي. لدرجة ان هم طلبوا مننا هناك من اسبوع بالظبط، هو انتوا ناسيننا ليه؟ احنا عايزين مطبخ دائم طول السنة معايا. ليه؟ عشان برضو اخواتنا الفلسطينيين وهم جايين وهم رايحين بيعدوا على الاماكن ديت، فعايزين اكل. فبقول لكل حبايبنا اللي بيشوفونا هنزود كمان مطبخين، يبقى 26 مطبخ السنة دي هينتجوا وجبات ساخنة، فراخ، لحمة، سمك. انت هتساعد معايا بايه؟ والموضوع مش ان احنا بنعمل بقى مائدة رحمن ويجي ناس مستورة وناس مش محتاجة وناس، لا لا لا، الناس بتجيلنا بالحلل تاخد اكلها لبيتها، الحالات اللي احنا بعتلها. وما بنعمل الوجبات بنروح لغاية بيوت الفقراء والمساكين في اماكن كتيرة. احنا عاملين مثلا في الاقصر بنوزع على البيوت بتوع اسيادنا الفقراء. الناس ما بيجيش زحام عشان انا بختار حالاتي اللي انا هتاجر معاها في الحسنات. انا محتاج كميه لحمه كتير غاليه بس الجنه اغلى. طبعا طبعا. الفراخ غاليه بس الجنه اغلى. واحنا بنعامل مين؟ احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين انا عايز احييكم بصراحه على الوجبات اللي انتوا عاملينها. لا ده بيتعمل في شيفات بيطلعوا اكل بصراحه تحفه. انت لسه هتشوف بقى في شغل رمضان الوجبات دي اللي هي موجوده اللي دلوقتي اللي انتوا بتوزعوها دلوقتي وهيبقى زيها في شهر رمضان ان شاء الله. لا بيبقى احسن كمان في رمضان. تمام. دي دلوقتي. على فكره احنا عندنا 13 مطبخ شغالين طول السنه ما شاء الله، عشان تبقوا عارفين برضو يا جماعه في ناس، يعني الانسان المستور بيصرخ من الاسعار ومن الكلام من امال الفقير يعمل ايه؟ صحيح. فده دورنا احنا بقى، احنا اللي حاسين بيهم، احنا اللي في وسطهم. وجبه واحده بتفرق. تفرق كتير جدا، بتدي امل للناس. صحيح. معايا؟ احنا بنجهز سحور. السنه دي هندخل بسحور لان في ناس مفيش. هيعملوا ايه؟ تمام؟ السحور هيبقى عباره عن ايه؟ جبن ابيض وجبن رومي ونستو ومعاه زبديايه وعيش. تمام. بس هنعمل طبق لاسره مش لفرد. ايوه. هنعمل حاجه كده تكفي اسره. تمام. كنا يعني وجبه متكامله لعدد افراد الاسره مثلا. هنعمل حسابنا لسبعه ثمان افراد.
معايا كده، مش كله 7-8، في بقى 5، في 4. أيوة. بس بنثبتها على التارجت الاعلى. ليه بقى؟ لان الناس مركزه على الفطار وناسيه ثواب السحور. ايوه صح. سيدنا النبي بيقول ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. طب واللي بيسحرهم؟ معايا؟ طب والمتسحر ما عندوش حاجه يتسحر بها، هنعمل ايه؟ فثواب عظيم بيغفله ناس كتير قوي. طيب التجار بقى يعني كل حد يطلع من اتمنى عمي. محتاجين اكيد عدد كبير جدا. احنا محتاجين فول، محتاجين جبنه، عايزين جبنه بيضه، جبن رومي، وعايزين ده بالنسبه للسحور. بالاضافه الى اللحمه، العيش، انتوا عندكم المخبز؟ عندنا المخابز، ده بالنسبه لخط دمياط. دي سهل، عندنا مخبزين آلي لبناني، ده بيكفينا. انما في المحافظات بنشتري العيش. تمام. فاتمنى من اهل الخير، بصوا يا جماعه، اطعام الطعام ده لصنف من الناس، لصنف معين من الاتقياء، مش المتقين، لا لا، اسمهم ايه بقى؟ الابرار. الابرار معايا؟ عارف يعني ايه الابرار؟ يعني اللي ربنا حبهم قوي 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 من شده تقواهم فبرهم. يعني مش المتقي، المتقي ده ليه جنه عرضها السماوات والارض، انما في اعلى بقى اللي هو مين؟ الابرار. معايا؟ الدرجه الاعلى. الدرجه الاعلى، عارف اول سمه من سمات الابرار ايه؟ يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بيطعم. ده احنا بنقول انه احنا بننتظر من السنه للسنه الايام المباركه دي عشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى باعمالنا واعمال الخير اللي احنا ممكن نكون بنقوم بيها ومساعده الغير. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والله اللي أنا شفته محدش شافه في حياته، والحمد لله اللي جابه ربنا. أنا رجوي البر والتقوى، ان هي برت عليا بالخير دوت. الف حمد والف شكر، انا بشكركم، ربنا يكرمكم يا رب ان انتوا نعمتوا عليا بالخير دوت. ويتول الشقه وسترتوني، الحمد لله، الف حمد والف شكر. وعملتولي الخير دوت الكشك، الف حمد والف شكر، ربنا يخليكم يا رب. كتر خيركم يا اهل الخير، كتر خيركم يا اهل الخير. الف حمد والف شكر، انا فرحانه ان انتوا بريتوا عليا بالخير دوت عشان اصرف على عيالي. جبتلي ثلاجه اشرب منها ميه ساقعه، ربنا يخليكم يا رب. ما بقتش خايفه من المطره، ما بقتش خايفه من المطره. والله انا ما فرحتش، حاسه ان انا بحلم والله. نمشي بالخير، ربنا يعوضه بالخير يا رب. الحمد لله اللي جبتلي الناس كده اهوت تقوم عليا بالخير يا رب. كان نفسي ابيض الشقه وابيض طعم، الحمد لله كان نفسي اعمل ده كله وعملته، الحمد لله يا رب. جمعيه البر والتقوى، شكرا شكرا شكرا، اشكركم اشكركم. اوعوا تكونوا فاكرين ان الابتسامه والفرحه دي كده وخلاص، يعني دي اجرها وثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا جدا. تخيلوا فرحتها وهي داخل عليها شهر رمضان، عارفه ان هي عندها باب رزق مفتوح، هي هتقدر تدخل فلوس، هتقدر تاكل ولادها، بتقول ما بقتش خايفه من المطره. انا عايزه اسالك بقى على حاجه دكتور عماد، ايه فكره ان كلهم بيطلبوا ثلاجه وبيطلبوا المايه الساقعه؟ ده كل البيوت اللي دخلتها وكل الناس اللي انا شفتهم بلا استثناء كلهم ممكن يكون ما عندهمش سقف وما عندهمش كنبه يقعدوا عليها، ما عندهمش كرسي، ما عندهمش سرير، ما عندهمش بوتاجاز، ما عندهمش اي حاجه خالص، بس اول حاجه يطلبوها ثلاجه عشان نشرب ميه ساقعه. فاكره المعده اللي كانت معانا في الاقصر؟ طبعا. اللي اغمى عليها؟ طبعا. بيقوم عليها ليه؟ من شده الحر. وصلت؟ كانت درجه الحراره 58. وهي كانت ما شاء الله. بصوا يا جماعه، الموبايل انا ماسكه في ايدي وهو بيعد تنازلي البطاريه. لا، الكاميرات سخنت ووقفنا، الكاميرات وقفت، فبالك بقى بالميه اللي موجوده، نار نار. فكل حلمهم
التلاجة يشربوا منها، عارف، ومش بص للسقف، مش فارقة معاه، ولا التراب، ولا هم ماشيين ولا أي حاجة، ولا هدوم مقطعة، حاجة خالص غير تلاجة ولا عشان نشرب مية ساقعة، ولا مفيش ابتكار بدورة مية، مفيش، ومركز عايز يشرب مية ساقعة. ليه؟ نار، حاجة تبرد عليها حياته شوية. فأنا بقول يا جماعة احمدوا ربنا على النعمة اللي أنتوا فيه. مع ذلك يا أستاذة لميا، في ناس لغاية دلوقتي ما اتصلتش على 19038. إن شاء الله يتصل. أيوه يا جماعة، احنا في عايزين تيجوا معانا مشوار وتشوفوا بنفسكم. وأيام كلها خير، وربنا سبحانه وتعالى بيجعل في الأيام دي البركة والخير على كل الناس. فأكيد في ناس كتير جدا خصوصا في الأيام اللي احنا فيها دي عايزين إنهم يساعدوا غيرهم، وفي الأزمات أكيد الأجر والثواب بيبقى مضاعف كمان. وطبعا احنا في نفحات ربانية شهر شعبان هيوصلك، ده بقى اللي انت بتروي بيه الزرع اللي هتحصده في رمضان. تخيلوا يا جماعة، دعوة هتخترق السماوات من حد انت ساعدته، لا انت عارفه لانه ده احنا اللي نعرفه بس، ولا هو يعرفك، فبدعي بظهر الغيب الدعوة دي توصل لربنا عز وجل قبل دخول شهر رمضان. صدقني هيكشف ربنا بها عنك الهم والغم والقرب، يكتب لك الجنة. ما احنا عايزين نخرج من الشهر الكريم مش بس واخدين او ما نبناش زي ما بيقولوا كده غير الجوع والعطش، لا، نبقى خارجين واحنا عاملين كل اللي علينا على اكمل وجه. خلونا نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. والله يا جماعة انا ما عندي بيت ولا يسرنا ولا يسر عيالنا، وعندي اربع بنات، وعايزين يعني كل البيت مفتح، الشبابيك حتى نفسيا مفتحه، الشبابيك حتى نفسيا مفتحه زي ما حضراتكم شايفين كده. دي الحياه اللي احنا عايشينها، دي حياه حقيقيه. والله يا جماعه وانا مروح البيت ببقى كل العيال مستنيني اجيب لهم اي حاجه، وال 50 60 70 جنيه اللي معايا دول ما بيكفوش حتى يعني اجيب لهم اي حاجه، فبتبقى صعبه، صعبه على اي حد عنده عيال. وقهرة الراجل صعبة، والله صعبة، ما حد يستحملها. وبخاف برضو الواحد وهو نايم كده يقوم الصبح معاه سبع عيال ويلاقي نفسه في الشارع بسبب الإيجار وسبب العيشة اللي هي المرارة اللي احنا عايشينها. لما بتيجي المطرة بتخش علينا المايه من الشباك، والعيال كلها بتدف بعضيها، وببقى مانيش عارف اغطي مين فيهم ولا اعري مين فيهم، وكلهم ببقى صعبانين عليا. طول الليل قاعد والمطره داخله علينا من الشباك، ولا في شباك ولا في باب ولا في اي حاجه، لا الاوض كلها مفتحه، وصعبه علينا يعني، وصعبه على اي حد زيي. والله يا ابني بطلع من بعد الفجر بالفاس دي وبرضه ما بتجيبش، هنعمل ايه؟ وعيال مستنيه، كل عيل عايز نص جنيه ولا عايز جنيه ولا عايز اي حاجه. والله نفسي حد يا ابني يفرش لنا البيت وننام على سرير ولا فرشه، وبصلنا بصت يعني بصه برحمه، بصه برحمه. لا ولا في دلاب ولا في مروحه ولا في غساله ولا في اي حاجه، زي ما انتم شايفين الحياه، زي ما انتم شايفين كده. لما راجل هو اللي يقول انه محتاج، لما يقول الحياه صعبه وانه شايل حمل كبير جدا، ولو ان هو عنده مشكله في رجله يعني مش سليم، ومع ذلك هو بيجتهد وبيحاول انه يدخل فلوس، بس 60 50 60 70 جنيه تفتكروا يعملوا ايه لفرد مش لعدد افراد؟ يعني هو عنده اولاده سبعه وبيقول كل حد فيهم مستني الجنيه، طب الجنيه برضه هيعمل ايه؟ طب هو ده شكل بيت اي حد فينا يقدر ان هو يعيش فيه ساعه واحده حتى؟ والله يبقى حرام علينا ان احنا نبقى بنشوف وما بنساعدش حتى باللي احنا نقدر عليه. الحاجة البسيطة هتفرق اكيد معاه. هو طبعا ملحوظة بس للناس، هو ما بيشتغلش كل يوم، هو مريض وعنده مشكلة كبيرة في رجليه، فعلى قد ما بيقدر بينزل يشتغل،
مرة في الأسبوع حسب ما يلاقي. فأرجوكوا ارحموا ذلة راجل. صعبة. والأطفال صعبة. دي في رقبتنا دلوقتي. بغطي أغطي مين وما غطيش مين. ارحموا يعني بقدر الإمكان. عايزين نتحرك بسرعة، اتصلوا على 19038 دلوقتي، وعايزين نفرح الناس ده قبل دخول رمضان إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله إن شاء الله ربنا يكرم ويتقبل من الكل ويبعت الخير بإذن الله من عنده. نورتني يا دكتور عماد. الله يكرم. بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. أنا اتكلت عليك في كل أحوال.